المشكلة دي يعني بتتكرر كل يوم، بنسمعها على لسان فلاحين كتير. الناس موجودة وبتشتغل وبتزرع، إذا كنا في هذا التوقيت بنواجه ظروف غير عادية، وإحنا طبعا كلنا بندعم مصر وبندعم الشرطة والجيش، في نفس الوقت إحنا عندنا حلول كتير. معايا الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب صح ومشاهديك بخير. بشكر حضرتك. في هذا التوقيت في مجهود، يعني انا عارف ان حضراتكم بتشتغلوا على مدار العام، لكن احنا التوقيت ده مرتبط باعياد ومرتبط باسماك مصنعه وفي لحوم في هذا التوقيت ايضا، ففي تكثيف للحملات. يا ريت حضرتك تقول لي اخبارنا ايه، وهل فعلا تم ضبط بعض المخالفات؟ أولاً إحنا بنحيي حضراتكم جميعاً، وكل أشكرك. سنة وحضرتك بخير حضرتك والسادة بالصحة والسلامة. المشاهدين جميعاً بخير. حضرتك بالصحة والسلامة. من ضمن استعدادات مديرية الطب البيطري للأعياد شم النسيم وأعياد إخواتنا المسيحيين، إحنا بنكثف الحملات حالياً، وطبقاً لتعليمات محافظة الجيزة تم وقف الاجازات للساده الاطباء العاملين في اداره التفتيش في المديريه. ايضا تم التنسيق مع شرطه مباحث تمويل الجيزه، ايوه، وبيتم عمل حملات مكثفه يوميه على جميع الاسواق الموجوده داخل دائره المحافظه. ايضا بيتم المرور وتكثيف الحملات على جميع محلات بيع الاسماك والاسماك المملحه وعلى الثلاجات وعلى اماكن التخزين، مخازن تخزين الاسماك المملحه ايضا. ايوه، بيتم ايضا عمل عندنا غرفه طوارئ وعمل نبطشات للساده الاطباء. ايضا بالنسبه لي لو اي مواطن بيكون عنده شكوى ما ممكن يتصل بينا، واحنا بنرسل الطبيب المختص على اساس يتاكد من الوضع اللي موجود عنده. عند حضراتكم في خط ساخن؟ في حضرتك، ايوه لو حضرتك تاخد رقمه اتفضل. 378 كام؟ 378 378 082 082 92 92، ده رقم مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة. بالجيزة. تمام. تمام. في بعض الضبطيات للمخالفات حصلت في الفترة دي؟ حضرتك احنا يوميا زي ما قلت حضرتك بيكون عندنا حملات بنشترك فيها مع بحث التموين وايضا مع الاحياء والمدن داخل محافظة الجيزة. يمكن الأسبوع الماضي احنا كان عندنا حوالي طن من الأسماك المملحة تم ضبطها، كانت فاسدة غير صالحة للسلاك الآدمي. أيوه. دي كانت في مدينة أوسيم. ويمكن كان في برضو حوالي طن برضو لحوم مفرومة كانت غير صالحة برضو للسلاك الآدمي. كانت في إمبابة. أيضا امس كان عندي حوالي 5 محاضر تم ضبطهم تم لاسماك غير صالحه للاستهلاك الادمي، كميتهم حوالي 280 كيلو. اليوم عندنا برضو ايضا ضبطيه في منطقه ابو النمرس، في مدينه ابو النمرس برضو تم ضبط كميه من الاسماك الغير صالحه للاستهلاك الادمي. الطن اسماك ده في اسيم ده مصانع لسه كانت هتوزع ولا ده في اماكن البيع؟ لا حضرتك كان لسه هيوزع، كان مكان للتجهيز في مدينه اوسيم، ده تم ضبطها قبل التوزيع. ده يعني طبعا حضرتك كان مخزن وحاطط صفايح طبعا غير سليمه، وكان بيخزن الاسماك عنده وملحها على اساس لسه هيقوم بالتوزيع. طب الحمد لله ان احنا يعني في اماكن الجمله دي لما اضبطها بدل ما هي تتوزع مثلا 100 كيلو على 10 اماكن مش هقدر ان انا اجمع الكميه كلها، النهارده انا بمسكها قبل ما تنتشر في الاسواق، فدي دي خطوه كده. جيده. صح كده. لا تمام كده. تمام. طيب طبعا احنا بيكون بمعاونه برضه مباحث التموين، يعني احنا بنعرف المكان وبننزل مع بعض، والحمد لله ربنا بيوفقنا لضبط المخالف اللي موجود. الحمد لله. بما ان حضرتك معايا على الهواء دلوقتي، وزارة الزراعة أطلقت حملة لتحصين المشاة على مستوى الجمهورية، ومحافظة الجيزة فيها بعض الأماكن كثيرة يعني لتربية المشاة. اشتغلنا على التحصين والترقيم، ووصلنا لإيه؟ أكيد طبعا إحنا الحملة القومية اللي هي كانت بدأت لتحصين حمى القلاعية بدأت يوم 26/2 واستمرت لمدة شهر لنهاية شهر 3. الحمد لله إحنا حصلنا في جميع أنحاء المحافظة،
احنا كان بتقابلنا بعض الصعوبه لتسجيل وترقيم الحيوانات، فعملنا ندوات ارشاديه على اساس توعيه المربين أي. باهميه التحصين واهميه التسجيل والترقيم. أي. ايضا معالي المحافظ ساعدنا برضه في موضوع التسجيل والترقيم، وسيادته مشكور اصدر قرار بمنع دخول الحيوانات الغير مسجله ومرقمه داخل اسواق الجيزه. تمام، دي خطوه جيده. لابد من تسجيل الحيوان وترقيمه لدخول الاسواق او دخول منافذ جميع منافذ محافظه الجيزه. تمام، احنا هنقول الرقم، الخط الساخن هنكتبه على الشاشه دلوقتي علشان لو لسه في حد في الجيزه ما حصنش او ما رقمش يتصل على حضراتكم، لو في حد عنده اشتباه في لحوم فاسده او اسماك يتصل على حضراتكم. وانا طبعا بشكر حضرتك الدكتور اشرف اسماعيل مدير مديريه الطب البيطري ومحافظه الجيزه، رقم موجود على الشاشه 378-0-88-92 378-0-88-92، ده الخط الساخن لمديريه الطب البيطري بالجيزه. ومحافظه الجيزه يعني الطب البيطري بيقوم بدور كبير، ما هوش مرتبط بتحصين وترقيم الثروه الحيوانيه او الخدمات البيطريه فقط، لا ده بالاشتراك مع المحليات والتموين، متابعه الاسواق لان في مصانع وفي اماكن لتوزيع اللحوم والاسماك وفي مطاعم بيقوم بالرقابه عليها، وبالتالي مجهود كبير جدا بشكر حضراتكم عليه. واي حد محتاج خدمه بيطريه او عنده شك او شكوى تجاه اي منتج موجود في الاسواق وعاوز يبلغ، الرقم الساخن موجود وقلناه اكتر من مره، تواصلوا معاهم وان شاء الله يتم يعني عمليه الضبط للاسواق قريبا لو طبقنا القانون في كل المحافظات. معانا مين؟